الذين ظلوا في الفساد من قبل المواطنين بأنفسهم بأن أجبروهم على تقديم استقالتهم. تونس ستتحول إن شاء الله بإرادة شعبها بكل أفراد شعبها ستتحول إلى مجتمع القانون. كل مواطن يستبطن فكرة القانون، وما يحصل هذه الأيام دليل على هذه الثورة الثقافية. المتنبي يقول سينزف الجرح بعد حين إذا كان البناء على فساد. سينزف الجرح بعد حين إذا كان البناء على فساد. البناء لن يكون هذه المرة على فساد، والهيئة هنا ستقاوم وسنقاوم كل من موقعه هذه الظاهرة التي تفتك بالمجتمع التونسي، ونضع لها حدا. نحن بحاجة إلى النصوص، ولكن النصوص لا يمكن أن تكون ملاذا لهؤلاء النصوص. شكرا مرة أخرى. شكرا.